هذا الرجل الجليل من عظماء أصحاب أبي عبد الله الحسين عليه السلام. ذكرت لكم قصته سابقا قبل سنوات في الليالي الحسينية. عظيم بالفعل عظيم. أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وكان صغيرا آنذاك بعض الشيء، كان بالغا بس أقصد من صغارهم، من صغار أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، سمع هذه الكلمة من رسول الله: إن ابني هذا، والحسين كان شنو كم عمره، إن ابني هذا يقتل بأرض يقال لها كربلاء، فمن شهد منكم ذلك فلينصره. استشهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وجرت أحداث وتقلبات. هذا الرجل قال لنفسه: أنا المهم عندي أن أنصر الحسين، فذهب قبل سنوات من ورود أبي عبد الله الحسين عليه السلام إلى أرض العراق، إلى أرض كربلاء، ذهب هناك يخيم الذين كانوا يتبدون يصطادون، صحراء كانت ما بها شيء، كانوا يرون رجلا، وكانت آثار السن قد بدأت عليه، صار شيخا فانيا، عايش الوحدة في خيمة هكذا في وضع العجيب الغريب. فيسألون: من أنت؟ يقول: أنا أنس بن الحارث الكاهلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما تفعل هنا؟ سمعت رسول الله يقول: إن ابني الحسين يقتل في أرض يقال لها كربلاء، فمن شهد منكم ذلك فلينصره، فأنا مقيم هنا حتى أنصره، حتى لا يفوتني شرف نصرتي. ترك الدنيا، ترك العالم، المهم عندي الحسين. لما ورد سيد الشهداء بعد كم سنة، سيد الشهداء قتل في سنة 60، لما ورد إلى كربلاء استقبله هذا الرجل الذي كان أول كربلائي في التاريخ. هذا أول كربلائي، استوطن كربلاء، استقبل سيد الشهداء عليه السلام محدودب الظهر من أثر الشيخوخة، شادا عصابة على عينيه أو على حاجبيه حتى يرفعهما عن عينيه، وقاتل مع سيد الشهداء عليه السلام، وقتل في الجولة الأولى، في الكوكبة الأولى من كوكبة من أصحاب الحسين عليه الصلاة والسلام. وسلم عليه صاحب الناحية المقدسة مولانا صاحب الأمر: السلام على أنس بن الحارث. عظيم. هذا الرجل من أصحاب رسول الله. أولستم يا أهل الخلاف تقولون نحن نتبع السلف الصالح، نتبع الصحابة؟ لما لا تتبعون هذا الرجل؟